طيب بما ان حضرتك ذكرت مشروع مستقبل مصر، واسفه طبعا المقاطعه حضرتك، بس خلينا نوضح للساده المشاهدين اهميه هذا المشروع. بما احنا بنتكلم عن حصاد القمح فنتكلم عن اهميته في او مساهمته حتى في زياده انتاج محصول القمح. انا هقول لسيادتك حاجه ونقطه مهمه جدا عشان الناس برضك يبقى عندها جزء من الوعي، ان القوات المسلحه ومشروع جهاز الخدمه الوطنيه المساحات اللي عنده تعدت ال 400 الف ده مزروع قمح. ده جزء في الامن الاستراتيجي المصري. ان دول بيوردوا لوزاره التموين مليون او مليون وشويه طن قمح. دول ما كانوش موجودين. لما تبص بقى من 14 ما كانش دول موجودين. انا كان كل اللي في القوات المسلحه عندها مثلا 40 الف دم في توشكا بتزرعهم محاصيل مختلفه. لكن النهارده لما مشروعات جهاز الخدمه الوطنيه والقوات الجويه عملوا هذه المشروعات، فمشروع مستقبل مصر جزء هو بيساوي لما هيكمل هذا المشروع 23% من مساحه الزراعه في مصر كلها. فانت النهارده بيساوي 23% من مساحه مصر كلها. 23% من مساحه مصر الزراعيه. المشروع مستقبل مصر والدلتا الجديده هتساوي، بالرغم ان هي هتبقى 2 مليون فدان 2 او 2 من 10، هتساوي انتاج الدلتا القديم لمشاكل الدلتا، مشاكل التفتت الحيازي، تغير نوعيه الزراعه، ظروف الاراضي، التمليح، كل الكلام ده. اما الزراعه الحديثه والتكنولوجي اللي مستخدم في هذه المشروعات الجديده العملاقه هي جزء من سياسه الامن يعني الغذائي وسد الفجوه الغذائيه في مجموعه المحاصيل الاستراتيجيه منها القمح. فالنهارده لما الاقي نفسي عشان انا اوصل لاكتفاء ذاتي محتاج 4.5 او 5 مليون فدان تتزرع قمح، النهارده احنا في 3.4 مليون فدان بيتزرعوا قمح، طب انت عشان تكتفي يبقى عايز 5 مليون فدان تزرعهم قمح او 4.5 مليون فدان، طب هيجوا دول منين؟ يبقى مش هيجي الا من خلال مشروعات استصلاح الاراضي. طب هل في خطه موضوعه لده ان احنا بحلول عام كده مش هنستورد اي قمح، وخصوصا ان كان في ازمه حبوب عالميه يمكن كانت الابرز عالميا مش بس في مصر؟ هو انت بتشتغل في كل المحاور. يعني احنا بنشتغل في المحاور، بس انا في الاخر عندي توازن في احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجيه. فانا ماشي في معدلات القمح، اكتر شغل ماشيين فيه هو موضوع ان انت تكتفي ذاتيا قدر الامكان، واحنا بنقول فيه في قمح وخبز مش في كل القمح. لان انا لو دخلت بقى في كل الكلام ده، انا قلت عايز كام وبعدد سكان حالي عايز كام، عايز 18 مليون طن قمح هنتجهم، يبقى انا عايز اضاعف مساحه الارض المنزرعه، المساحه اللي هي بتتزرع قمح. انت بتزرع 3-4، يبقى انت محتاج تزرع كام؟ مثلا 5.5 مليون فدان. انا عشان امشي في خطه الاكتفاء الذاتي، وهنا بقول لك دور المراكز البحثيه ان هي تطلع اصناف وبتعمل معاملات وبتستخدم نظم ري وتسميد وكل وباكج كامل، ده بيرفع مستوى الانتاجيه. فانت رفعت مستوى الانتاجيه من 18 اردب للفدان بس طالع ل 19، طالع ل 20، ده جزء بيسد في الفجوه، زائد جزء من المساحه من التوسع الافقي، فهيديني جزء ثاني من سد الفجوه. من هنا انا النهارده اقدر في مثلا في حدود خطه ثابته يبقى عندي 5 سنين، تقدر بعد ما ان شاء الله في 25 يكون عندي الـ4 مليون فدان زائد المشروعات القديمه اللي اشتغلت. هذا 4 مليون فدان ارض جديده يساوي كام؟ يساوي 45% من مساحه مصر، زائد عندي مشروعات زي توشكا وشارع العوانات، كانوا دول كانوا مشروعات متوقفه، فانت النهارده ال 85000 شغلتهم وقعدتهم فشغلتهم، فدول دخلهم في المساحه لانهم كانوا محسوبين من المساحات القديمه. يعني انا كنت بتكلم في 8.3 مليون فدان في المساحات القديمه، لكن هم كانوا ما بيشتغلوش بالشكل الكافي ولا بيأدوا الواجب. النهارده دولت النسب الارض اللي اتزرعت في توشكا تعدت 450000 فدان، وفي شارع العوينات 230000 فدان او 235000 فدان، فدي مساحات كانت 85000 فدان سنه 2014 انتهى الى 85. احنا وصلنا ل 10 مليون فدان تقريبا. احنا الوقت وصلنا ل 10 مليون 10.3 مليون. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اضاف ليهم كام؟ 2.5 مليون فدان نت بحلول عام 2025. هيبقى ان شاء الله عندنا 12 مليون فدان. 2025 هتبقى مصر عندها رقعه زراعيه تصل الى 12 مليون فدان ارض زراعيه منزرعه. وما بعمل تكثيف زراعي وبشتغل في الدوره يبقى بحدود 18 ل 19 مليون فدان بيتزرعوا شتوي وصيفي، وده بمعدل تكثيف 1.8%. دي نسبه يعني طبعا كبيره. يعني انت لما تقولي مصر مش بتزرع كده 10 مليون واسمع 10 مليون، لا ده انت بتزرعي فعلي 18 مليون فدان او 19 مليون فدان كل سنه.